بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبسم الله وعلى بركة الله نبدأ درس التفسير لكتاب الله عز وجل في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمدة الأحكام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا المجلس مجلساً مباركاً تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة، ويذكر الله الحاضرين فيه في الملأ الأعلى، إنه جواد كريم. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بارك الله فيك. قوله سبحانه وتعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. الواو هنا عاطفة لما قبلها، لأن ما قبلها قوله سبحانه: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم في قرى قوم لوط، وتركنا فيها آية. وهنا وفي موسى، والمعنى وفي موسى آية، وفي خبر موسى آية، خبر موسى مع فرعون آية وعبرة وعظة، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه
وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وفي موسى آية إذ أرسلناه إلى فرعون، أرسل الله موسى إلى فرعون الذي ادعى الربوبية وادعى الألوهية وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال يا قوم أليس لي ملك مصر، وقال أنا ربكم الأعلى، ووصل من الظلم والطغيان والجبروت ما لم يصله أحد غيره والعياذ بالله. ومع هذا أرسل الله له موسى، أرسل الله له موسى بالحجج البينات، إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، والسلطان المبين هو البرهان الساطع والآيات القاطعات والحجج الباهرات، ومنها المعجزات العظيمات التي أجراها الله عز وجل لموسى ليعتبر فرعون، ومنها آية العصا وآية اليد، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. في آية وخبر وقصة موسى مع فرعون آية وعظة وعبرة، فقد أرسله الله عز وجل إلى فرعون بسلطان مبين، ولكن ما كان من فرعون إلا أن طغى وعصى وتجبر فتولى بركنه. فرعون اعتز بملكه واعتز بقوته وجبروته فتولى بركنه، يعني جعل من الركن الذي عنده وهو مجموع جنده ادعى أنهم يقوونه ويحفظونه ويكونون له ردءاً من عذاب الله عز وجل، تولى بركنه. الركن إما أن يكون السلطان والقوة والجبروت كما قال تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، وقال في الآية الأخرى في هود فتولى بركنه، أو لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالركن إما أن يكون الحجة والبرهان والقوة والسلطان، أو الملك والجبروت، أو الجنود الذين عنده والقوة التي يتترس بها، ولكن قوة الله أعظم. فتولى فرعون بركنه، الركن دائما هو الشيء الذي يؤوى إليه سواء أكان حسيا أم معنويا، والحس إما أن يكون التترس عن الناس بأي قوة من القوى البشرية أو الأرضية، والمعنوية هي ما يتعلق بالقبيلة أو العشيرة أو الجند أو الحجة أو السلطان أو القوة أياً كانت، ولكن قوة الله أعظم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، فجميع قوى الأرض هي ملك الله عز وجل، لكنها قوى نسبية، فلا شيء أعظم من قوة الله تبارك وتعالى. فتولى بركنه كما قلنا في التفسيرات التي ذكرها أهل العلم وأوردها الحافظ ابن جرير والحافظ ابن كثير وغيرهم من أهل العلم والمصنف رحمه الله،
ثم قال بعد ذلك: وقال، أي قال فرعون لموسى: ساحر أو مجنون؟ يا موسى حينما تأمرني بما تأمرني به فأنت لا تخلو إما أن تكون ساحرا أو تكون مجنونا. وهذا دأب الطغاة والظالمين في كل زمان ومكان، من يأتي بدعوة الحق ودعوة الخير ودعوة التوحيد ودعوة السنة فإنه لا بد أن يؤذى من الناس، ويقابله الناس بمثل هذه الألفاظ الشنيعة. وقد قابل الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فيه ساحر، وقالوا فيه شاعر وكاهن ومجنون، وهذا هو منهج ودأب الأنبياء والمرسلين، أنه يصيبهم من الناس الأقوال الشنيعة والأذى، ابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، لما كان هذا رده وموقفه من نبوة ورسالة موسى عليه السلام التي أرسله الله بها إلى فرعون وبني إسرائيل عموما، لما حصل تكذيبهم وطغيانهم وجبروتهم وصدهم عن الدعوة، كانت النتيجة العذاب والعياذ بالله. فأخذناه، لاحظ التعبير بالفاء التي تقتضي الترتيب، الترتيب مع التعقيب ليس التراخي. لما حصل الطغيان حصل العذاب، فأخذناه وجنوده. الأخذ هنا الانتقام وأخذ العذاب، ولهذا قال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. حينما يأتي الأخذ فإنه يأتي للعذاب في مثل هذه السياقات مع من كذبوا دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. لم نكتفي بالأخذ به، بل أخذناه وكل من ناصره وشايعه وحالفه في الصد عن دعوة الحق من جنوده الذين عاونوه على الظلم والتكبر والجبروت والطغيان، وادعوا أنهم يحرسونه من دون الله. فنبذناهم، النبذ هو الطرح بقوة وبشدة كأنه نوع من الإهانة لهم. فنبذناهم في اليم، النبذ هو الإلقاء والطرح بشدة وقوة وغلظة وحزم كنوع إهانة لهم لما أعرضوا وتكبروا عن الحق. فنبذناهم في اليم، أي في البحر، لأن قصة فرعون مع موسى عليه السلام كانت نتيجتها أن أغرق الله فرعون وقومه في البحر والعياذ بالله. فنبذناهم في اليم وهو هنا أي فرعون وجنوده، مليم يعني ملوم، مستحق الملامة لأنه تكبر وأعرض وخالف دعوة رسول الله موسى عليه السلام. وفي هذا قصة وعبرة عظيمة، من أهم دروسها أهمية الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، لأن رسول الله عز وجل ومنهم موسى أرسله الله بالتوحيد والإيمان، فدعا فرعون إلى توحيد الله وربوبيته وألوهيته، فما كان من فرعون إلا أن اعترض لأنه يدعي أنه الرب وأنه الإله، وهو في الحقيقة العبد الضعيف
بين يدي الله تبارك وتعالى. ومنها نصر الله لرسله ومن سار على دربهم في كل زمان ومكان، ومنها انتقام الله عز وجل ممن كذبوا دعوة الرسل وأن نهايتهم العذاب، وأن نهايتهم العذاب في الدنيا والنار في الآخرة والعياذ بالله. ومن دروسها أيضا أهمية الرفق في الدعوة كما بينها الله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان من ادعى الربوبية وادعى الألوهية والظلم والجبروت والطغيان يدعى باللين، فكيف بغيرهم؟ فكيف بالجاهلين أو الغافلين أو عصاة المؤمنين أو غيرهم ممن ينبغي التلطف بهم في الدعوة لأجل أن يدخلوا في دين الله عز وجل أو يسلكوا الصراط المستقيم؟ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فليس شأن الداعية الغلظة ولا العنف ولا حمل السلاح، وإنما هو رحمة ورفق ولين بالمدعوين. وكذلك لا بد من الصبر والتضحية وعدم الاستعجال للنتائج. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين آية، فما كان من فرعون إلا أن تولى بركنه وقال لموسى إما أن تكون ساحرا أو تكون مجنونا، وكما قلنا هذا هو الديدن الذي يسلكه كل أعداء الدعوة. وإلى اليوم الذين يخالفون الناس في عاداتهم وأعرافهم وما هم عليه من الباطل يتهمونهم، ولكن على الداعية الصبر لأنه يحمل دعوة الله تبارك وتعالى، كما أن عليه أن يسلك الطريق الصحيح. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه. نتيجة كل من خالف، كل من خالف الدعوة في كل زمان ومكان الدعوة الصحيحة وخالف الدعاة الذين يدعون إلى الله على بصيرة وإلى توحيد الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مآلهم العذاب والعياذ بالله. فنبذناهم في اليم وهو مليم. الملامة تقع على الإنسان نفسه الذي خالف الحق، وليست الملامة على غيره. من خالف دعوة الرسل وحصل عليه العذاب فلا يلومن إلا نفسه، لا يضع هذا لغير ذلك من الأسباب، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الناس هم الذين يظلمون أنفسهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وهو مليم أي ملام، مستحق للملامة على عصيانه واستكباره وطغيانه. وفي عاد بعد قصة موسى مع فرعون وما فيها من الدروس والآيات والعبر، قال وفي عهد، أيضا تسلسل القصص القرآني، كما أن في قصة إبراهيم من قبل وقصة لوط وقصة موسى، أتى الآن بقصة عاد. وفي عاد آية، التقدير آية. وفي عاد هذا إما أن يكون مبتدأ الجملة من الجار والمجرور المبتدأ، والخبر محذوف تقديره آية. وفي عاد
آية: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. عاد لما أرسل الله نبيه هودا عليه السلام لهم أيضا خالفوا دعوة هود عليه السلام، وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. لكن كان موقفهم الإعراض، فعاقبهم الله عز وجل بنوع من العقاب وهو الريح، الريح الصرصر، الريح العقيم التي تهلك، فلا خير فيها وإنما هي تحمل الشر والعذاب والعقوبة لهم والعياذ بالله. وفي عاد: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. أرسلنا عليهم الريح، والريح نوع من العذاب وهو العواصف الشديدة الريح الشديدة التي تدع الشيء رميما، تدع العمار خرابا، وتدع الحياة موتا ومواتا والعياذ بالله. وقد ورد في حديث موقوف ويذكر مرفوعا لكنه فيه ضعف في رفعه، من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أن ملك الريح لما أمره الله عز وجل بإهلاك قوم عاد استأذنه أن يفتح عليهم من الريح قدر منخر الثور، فقال: لو فتحت عليهم ذلك لأهلكت الأرض ومن عليها. وأمره أن يفتح عليهم قدر الخاتم فقط، قدر الخاتم اللي في الأصبع، ومع هذا هذه الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، حتى إنها خربت دورهم وألقت فرشهم وأماتت زروعهم وحروثهم ونخلهم بقوتها، وهي من قوة الله عز وجل. وقد ورد أيضا كما في حديث البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا، والصبا الرياح، رياح الشمال الباردة الممطرة التي تأتي بالخير وتأتي بالنصر، وأهلكت عاد بالدبور أو بالدبور، وهي ريح الجنوب التي تأتي من الجنوب. هكذا يذكر أهل العلم وأيضا المتخصصون بمثل هذه الأمور التي خلقها الله عز وجل وهي تسير بأمره سبحانه. وفي عاد: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي كالشيء البالي والهالك والمقضي عليه. وفي قصة عاد ونبي الله هود عليه السلام أيضا آية وعبرة، وهي عبرة لكل الناس حتى آخر الزمان، وعبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يغتر أحد بتكذيبه أو مخالفته دعوة الرسل. فالذي أهلك عادا بالريح، وأهلك ثمود بالصيحة، وأهلك أهلك فرعون بالغرق، وقوم نوح بالغرق أيضا،
قادر على أن يهلك كل من خالف دعوة الحق في كل زمان ومكان. وفيها درس وعبرة للمكذبين الذين يغترون بجبروتهم وقوتهم وحالتهم، حال صحتهم وقوتهم، فإنهم قد يغترون بالاستكبار عن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمل. وفي ثمود، وفي ثمود أي قوم صالح أيضا، وفي ثمود آية، وفي ثمود آية، وفي ثمود أرسل الله نبيه صالحا عليه السلام لدعوتهم، لكنهم أيضا استكبروا وخالفوا دعوة رسول الله ونبيه صالح عليه السلام، فكان من نتيجتهم أيضا، نتيجة استكبارهم وإعراضهم، أن قيل لهم، قال لهم صالح: تمتعوا حتى حين. وقد ذكر أهل العلم في ذلك قولين: القول الأول تمتعوا حتى حين، ذهب ابن عباس وذكره ابن جرير والحافظ ابن كثير رحمهم الله تعالى، تمتعوا حتى حين أي انتظروا حتى تأتي آجالكم ثم بعد ذلك يأتيكم عذاب الله، هذا القول الأول. القول الثاني أي انتظروا، هم لما عقروا الناقة كانت الآية التي أرسلها الله لهم على يد صالح عليه السلام نبي الله ورسوله إلى ثمود، أرسل الله له الآية الناقة: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وفي الآية الأخرى: فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، يعني أنذرهم وحذرهم حينما خالفوا، قال تمتعوا حتى حين. الحين هنا هذه الثلاثة أيام، ولهذا انتظروا هذه الثلاثة أيام وجاءهم العذاب، جاءتهم الصيحة في اليوم الرابع نهارا، وهذا هو التمتع حتى حين أي الانتظار، لأنهم لما كذبوا نبي الله صالح حذرهم وأنذرهم العذاب. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فجاءهم العذاب في اليوم الرابع، الصيحة، الصرخة العظيمة التي تقتلهم وتمزقهم وتقضي عليهم والعياذ بالله. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، عرفنا حتى وأنها حرف الغاية، والحين قولان لأهل العلم: إما حين بلوغكم آجالكم وورودكم النار وهو العذاب، ومهما طال انتظار الإنسان فهو إلى حين، أو القول الثاني وهو حين الانتظار لمدة ثلاثة أيام. لما عقروا الناقة قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، هذا هو الحين. قال فعتوا عن أمر ربهم، عتوا من العتوي والطغيان والتكبر والمخالفة، المبالغة في الإعراض والمخالفة لدعوة الرسل، عتوا عن أمر ربهم الذي جاء به على
لسان نبيه صالح عليه السلام، فأخذتهم الصاعقة، العقوبة صاعقة والعياذ بالله. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، صاعقة تصعقهم وتقتلهم وتهلك أنفسهم ودوابهم وزروعهم وثمارهم وديارهم والعياذ بالله. فكانوا كهشيم المحتضر. نعم، فأخذتهم الصاعقة، جاءهم العذاب، أخذتهم كما قلنا. الأخذ هو الإهلاك بقوة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، هم ينظرون، إما ينظرون يبصرون، أبصروا عذاب الله عز وجل، أو ينظرون من الانتظار، فقد انتظروا ثم جاءتهم الصاعقة وهم منتظرون. ولا بأس بالجمع بينهما، هم ينظرون العذاب يعاينونه ويبصرونه بعد أن انتظروه، فجاءهم العذاب وهم ينظرون وينتظرون، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام. لما جاءهم العذاب لم يستطيعوا القيام، القاعد منهم لم يستطع أن يقوم فيهرب عن عذاب الله عز وجل، لأن أمر الله وعذابه أشد وأبلغ، ولا يستطيع الإنسان إذا أتاه عذاب الله إلا أن يستقبله، رضي أم كره. وهنا حاولوا الهرب لكنهم لم يستطيعوا، فما استطاعوا من قيام، من قيام وهرب، من كان نائما من كان قاعدا لم يستطع أن يقوم، جاءته الصاعقة وهو على حاله فقضت عليه والعياذ بالله. وما كانوا منتصرين لم يستطيعوا أيضا أن ينتصروا لأنفسهم من عذاب الله، لأن قوة الله أعظم من قوة الناس مهما كانوا، ومهما بلغ طغيانهم، ومهما بلغ جبروتهم، فقوة الله أعظم، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فأخذتهم الصاعقة، وقرأ الكسائي وحمزة وخلف فأخذتهم الصعقة، الصعقة والصاعقة قراءتان في هذه الآية. نعم. ثم قال وقوم نوح من قبل. نعم، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح. أهم الدروس في قصة ثمود وقصة نبي الله صالح، أيضا كما قلنا من قبل، أهمية الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، مكانة الرسل ووجوب دعوتهم وامتثال العباد المأمورين لدعوة الرسل الذين إنما أمروا بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا طغيان قوم ثمود مع ما أعطاهم الله من القوة والجبروت ونحت الجبال، وتكذيبهم أيضا بالآية التي أرسلها الله لهم وهي الناقة، وتكذيبهم لرسل الله ومنهم صالح عليه السلام، وأيضا ما يحصل من النتيجة من تكذيب دعوة الرسل، وأن النصر للمؤمنين والعاقبة للمتقين، وأن العذاب والنكال للمخالفين والمعرضين عن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه حينما يأتي العذاب لا يستطيع الإنسان دفعه، حينما يأتي العذاب فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.
قوة الله، وإذا كانت هذه قوته أليس جديرا بالتوحيد والإيمان به وعبادته والانطراح بين يديه وسؤاله تفريج الكروب ودفع الكروب وجلب المنافع ودفع المضار والتوجه إليه وحده سبحانه دون سواه؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. ثم قال: وقوم نوح. أيضا الواو هنا عاطفة، لكن ألا تلاحظون أن السياق كان من قبل وفي 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 ثم جاء وقوم نوح، كان السياق بالجر بالخفض ثم جاء السياق بالنصر. لماذا؟ هذه لفتة من بلاغة القرآن لتشد وتلفت نظر القارئ والسامع لعظم الأمر، لأن اختلاف الأسلوب دليل على أولا إعجاز هذا القرآن وأنه من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى جعل في كتابه كل أوجه الإعجاز، فليس كلام أبلغ من كلامه سبحانه، وليس أسلوب أعجز من أسلوب القرآن. فجاء هنا النصر، وأيضا تذكير ولفت لمن أنزل عليه القرآن في تعدد واختلاف السياقات، وكذلك للقارئ والمتلقي والسامع. وقوم نوح من قبل، فيه قراءة وقوم نوح من قبل، إذا كان هذا فمعنى ذلك أن هذا السياق بالجر على نسق السياقات السابقة، وفي موسى وفي عاد وفي ثمود وفي قوم نوح على قراءة الجر، لكن على قراءة الجمهور ومنهم حفص عن عاصم وقوم نوح بالنص على تقدير وأهلكنا قوم نوح من قبل، تقدير فعل محذوف أهلكنا قوم نوح، وقوم نوح جملة منصوبة على المفعولية، أو واذكر قوم نوح، واذكر يا محمد قوم نوح أيضا على فعل الأمر المحذوف، والجملة ما بعد قوم نوح منصوبة على المفعولية أيضا. واضح توجيه القراءتين، قراءة وقوم نوح بالكسر على أن عطف على ما سبق، وفي موسى وفي عاد وفي ثمود، وقوم نوح على قراءة جمهور القراء بالنص على تقدير فعل محذوف وأهلكنا قوم نوح ماض، وأمر واذكر قوم نوح، وكأنها أيضا وكأنه إعادة بالسياق إلى ما قبل هؤلاء في الترتيب الزمني، فإن نوحا قبل موسى وقبل هود وقبل صالح، فناسب أن يخصه بذكر وبسياق مختلف عن السياقات السابقة. وقوم نوح من قبل، أي من قبل هؤلاء، من قبل قوم موسى وقوم عاد وقوم ثمود. واذكر يا محمد قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، وصفهم بالفسق هنا، وهذا من تعبيرات أن يطلق على الكفر الفسق،
لأنه خروج عن طاعة الله. نعم، لكن هذا في المؤمنين يحتاج إلى ضوابط التكفير المعروفة. إنهم كانوا قوما فاسقين، وفي قصة نوح آيات وعبر، منها الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ومنها أهمية الاستجابة لرسول الله، ومنها الصبر والتضحية. فكم لبث نوح في قومه؟ 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاماً. ومع هذا كان عليه السلام مؤدياً للدعوة على خير وجه. 950 سنة أيها الدعاة، أيها العلماء الذين قد لا تصبرون أحياناً على دعوة دقائق فتأخذكم القوة والقسوة والغلظة على المدعوين وسرعة الإنكار، فلا بد من الصبر والتحلي به. ومع هذا لم يستجب لنوح إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. فهذه عبرة وآية ودرس للدعاة إلى الله في الصبر والتحمل، وأنه ليس عليك أيها الداعية أن تستعجل النتائج والثمرات في الدعوة، وإنما عليك أن تدعو، والثمرات والتوفيق والنجاح من عند الله تبارك وتعالى. نعم نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي موسى وما أرسله الله به إلى فرعون وملئه بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات آية للذين يخافون العذاب الأليم. فلما أتى موسى بذلك السلطان المبين تولى فرعون بركنه، أي أعرض بجانبه عن الحق ولم يلتفت إليه، وقدح فيه أعظم القدح، فقالوا ساحر أو مجنون، أي إن موسى لا يخلو إما أن يكون ساحرا وما أتى به شعبذة ليس من الحق في شيء، وإما أن يكون مجنونا لا يؤاخذ بما صدر منه لعدم عقله. هذا وقد علموا خصوصا فرعون أن موسى صادق كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي مذنب طاغ عات على الله، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وفي عاد أي القبيلة المعروفة آية عظيمة: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي التي لا خير فيها، حين كذبوا نبيهم هودا عليه السلام: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي كالرمم البالية. فالذي أهلكهم على قوتهم وبطشهم دليل على كمال قوته واقتداره الذي لا يعجزه شيء، المنتقم ممن عصاه. وفي ثمود آية عظيمة: حين أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فكذبوه وعاندوه، وبعث الله له الناقة آية مبصرة، فلم يزدهم ذلك إلا عتوا ونفورا، فقيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة، أي الصيحة العظيمة المهلكة، وهم ينظرون إلى عقوبتهم بأعينهم، فما استطاعوا من قيام ينجون به من العذاب، وما كانوا منتصرين لأنفسهم. أي وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوحا عليه السلام وفسقوا عن أمر الله، فأرسل الله عليهم السماء والأرض بالماء المنهمر، فأغرقهم الله تعالى عن آخرهم، ولم يبق من الكافرين ديارا. وهذه عادة الله وسنته في من عصاه. بارك الله فيك، أحسنت، واضح، الحمد لله.